حاطه فلتر؟ ايه قولي كذا بيض الله وجهك، الاعتراف بالحق فضيله. طيب شكرا. نعم تدري ان انا وش احب دايم؟ احب دايم صراحه اللي هي البنت اذا جات تصارح. اي انا عادي، انا جدا صريحه. طيب الفلتر هل يصغر خشمك يخليه زي سكيني؟ والله ما ادري، تبي افك يا شيل الفلتر تشوف؟ يلا اوكي. لا خليه حكم. لا 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 الحكم غير، شيل الفلتر. لا لا خليه حكم، ايش رايك؟ وش انت تقولين كذا؟ شاده وجه سبتكس انت ولا ايش فيك؟ يا ولد ايش فيك؟ هذا وجه طبيعي. اوكي. لان دائما اللي يسوون بتكس دائما وجهي يقول يا جماعه كبسه شد. يلا هيييي كانك صرت التفتيش الله يلعن بطنك. شدها شد شد شد. طيب الحين ليش حاطه طيب صوره؟ دائما انت بخياله، ليش حاطه صوره خيل؟ انك انت على بالك اني انا رعيه خيل. طيب انا شوي خياله يعني، بس اني خلاص قطعت الخيل كنت قبل. انا الاحظ الموضه الجديده الحين البنات كلهم خيول. كل البنات ما شفنا موضه. لا والله العظيم طلعت موضه الحين، وتلبس الحذيان حقت الباكستانيه ذي اللي تجي البفطار، وعلى بالها انا خيوله، واخر شيء تصور سناب واللي يقودها واحد يلا من هنا ومن هنا ويلا ويمشوا. صح صادق في بنات كذا. وين حكم امس؟ اسمع سعود بقولك شيء. انطمي وين حكم امس؟ بقولك شيء. لا حكم امس وين؟ والله العظيم سعود ان طلعني. لا حكم امس وين؟ طيب بقولك. ترى انا احب الناس المؤدبه، الناس اللي يطبقون احكام. طيب انا بنفذ لك احكامك. ايه حكم امس وين؟ بقول لك طلعني من التيك توك. حكم امس وين؟ توك توك طلعني من التيك توك. انا اقول حكم امس وين؟ طيب اقول لك ان انت طلعت حكم امس وين؟ سوي رعاية خيل وتقويم ودنيا ووجهك. ما برعي خيول. سعود طقمك حلو. ادري طقمي حلو. ولا طلبت رايس بعد. سعود لا تشخصنها معي. يا جماعه اخر ثواني. اخر ثواني. الحكم. تكفين. كالتالي. خلاص فزت عليك، يلا شيلي الفلتر. الرحب خالد. اه شايب. شايق يا شايق شايق. ارحب يا خالد عز يا ملك. طيب نطيح حكم امس وابدا العب معه وبدق ادق خشم دق.